بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيخ بعض المحرصين على الدعوة ولكنه يجد حرج من ناحية إنكار المنكر على خصوصا الأقارب أو بعض الفسقة من المسلمين، يعني من ناحية أنه يقول هل يجب علي إنكار المنكر كلما رأيت هذا الشخص الذي يقع في المنكر، مثلا ندخل مثلا في مجلس وعامتهم من الحلقين والمسبلين، فهل يلزم أن ينكر المنكر هذا؟ ولو أنكر يقول أني يحصل بيني وبينهم بعض يعني الوحشة وأنا أريد كسب قلوبهم ويعني أوجه الإنكار إلى وقت آخر، فهل هذا سائغ أو أنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر؟ هذا طيب، أقول إن الله تعالى رسم لنا الطريق، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهل من الحكمة أن كلما رأيت إنسانا على معصية تنصحه؟ مثلا حلق اللحية، شرب الدخان ربما لا تجده على شرب الدخان، ممكن إذا رأك لم يشرب، لكن حلق اللحية تعرف هذا الرجل حلق اللحية، فنصحته أول مرة وقلت له، ثم مضى شهر أو شهران ووجدته حالق اللحية، ما يخالف بعد شهر أو شهرين يمكن أكرر. نعم، لكن هل كل ما رأيته لو أراه باليوم مرتين أنصحه؟ هذا ليس من الحكمة، لأنه سوف يمل ويتعب. فأنت حيث ترى أن للموعظة مكانا عظ. ولهذا يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، ذكر إن نفعت الذكر. فهذا الشرط لا بد من اعتباره، أحيانا الذكرى لا تنفع بل تضر، والمقصود هو إصلاح الخلق يا أخوان، المقصود إصلاح الخلق لا إطفاء الغيرة. الإنسان في قلبه غيرة ويكره كل معصية، لكن هل المقصود أنك تطفي غيرتك بالإنكار أو تصلح غيرك بالإنكار؟ الجواب الثاني. ولهذا نجد الطب الحسي، تجد مثلا الطبيب يباشر هذا المريض المنتن الريح الكريه المنظر لكن من أجل المصلحة، تجد أنه يشق الجرح الخبيث من أجل المصلحة. فأنت انظر للمصلحة، نحن لا نستطيع أن نحدد لأن الناس يختلفون، لكن إذا كان المصلحة في الدعوة والإنكار فافعل، وإلا فاسكت إلى وقت آخر. ولهذا لم أول ما أمر الرسول بالإنذار قال الله له أنذر عشيرتك الأقربين، مو بعد العشيرة ولو بعداء، الأقربين. ثم بدأت الدعوة تتوسع حتى انتهت بعد أن هاجر الرسول إلى قتال الأعداء. نعم.